الآن تكلم عن الأيام التي يحرم صومها، هي خمسة أيام. خمسة أيام يحرم صومها، وهي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة. هذه الأيام يحرم صومها، وهي بالضبط الأول من شوال اللي هو عيد الفطر، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي يوم عيد الأضحى، وبعده ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق. هذه الأيام الخمسة يحرم صومها، هذه الأيام الخمسة يحرم صومها، لا يجوز أن يصومها. استثنى بعض أهل العلم أيام التشريق بالنسبة للحاج، الحاج الذي لا يجد الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن والمتمتع، فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام، لقول الله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال ثلاثة أيام يمكن أن تكون أيام التشريق، وهذه جاءت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. فالشاهد من هذا أنه يجوز صوم أيام التشريق للحاج فقط الذي يجب عليه الهدي ولا يجده فقط. أما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، يحرم صيام أيام التشريق، ويحرم صيام عيد الأضحى اللي هو يوم الأضحى العاشر من الحجة، ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الأول من شوال، هذه كلها يحرم صومها. نسينا أن نتكلم عن عرفة، أنه لما قال يستحب صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة.